الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه في مهوى فهوى 40 خريفا. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين قوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت متعلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عميل عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه. ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. رواهن أحمد. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. رواه ابن ماجه. وفي لفظ: الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه أحمد ومسلم والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان ومن سار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به. كما هو معلوم، هذا من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تحت كتاب الأقضية والأحكام، ومر معنا وجوب نصب ولاية القضاء، وكذلك أيضا مر معنا كراهية الحرص على الولاية وطلبها، وهذا أيضا في كذلك أيضا يكاد يكون مكملا للباب قبله من حيث الكراهية الحرص والتشديد والطلب. هنا يقول: باب التشديد في الولايات، يعني التشديد في المسؤولية والتشديد في عظم القيام بها. ولهذا قال: وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به. وكما قلنا، الولايات تشمل جميع أنواع الوظائف، سواء أحيانا تسمى الإمارة، وأحيانا تسمى الولاية، وأعمال تسمى عامل على الجهة الفلانية أو عامل من قبل الإمام إلى آخره، وهي في عصرنا أنواع الوظائف، سواء كانت وظائف عامة أو خاصة، وسواء كانت يعني مهنية أو غير مهنية، وسواء كان مدير أو وزير أو وكيل أو إلى آخره. كل مسميات الوظائف والأعمال كلها داخلة في الولايات، وكلها كل الأحاديث هذه تنطبق عليها، من حيث إن كل من كان مسؤولا فإن عليه مسؤولية بقدر ما بقدر هذه المسؤولية من كبرها وحجمها ونوعها إلى آخره. بل حتى سيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء. وكل نوع المسؤوليات هذه داخلة في هذه كل هذه الأحاديث. فقال: باب التشديد في الولايات، يعني المسؤوليات والوظائف. وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم. طبعا من قام بحقها فهذا مأجور، وتكلمنا فيما سبق، وسوف نأتي أيضا، وسوف يأتي كلام طويل في هذا الموضوع. ولا شك أن حديث الوعيد كثيرة، حديث الوعيد كثيرة، ولكن أيضا يقابلها حديث: أولا الفضل إمام العدل، ومن قام بالعدل، ومن قام بخدمة المسلمين والقيام، هذا لا شك أجره عظيم. بل يعني على الرغم من هذه الأحاديث وما فيها من الوعيد وما فيها من التحذير والتنبيه، إلا أن هذه الوظائف كما يقال العلماء هي فرض كفاية، فرض كفاية، بمعنى أن الناس محتاجون لهذا. ولا تصور أن تقوم البلاد والدول والأوطان والولايات من غير أن يكون هناك مسؤولون، لابد. ومعنى فرض كفاية أن المسلمين لو تركوها فإنهم يأثمون، لو تركوها كلهم فإنهم يأثمون. وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عنهم. إذا قام من يكفي، سواء في القضاء، في الإمارة، في الوظيفة، في أنواع الوظائف، في جباية الزكاة، في خدمة المسلمين، في كل وظائف، بالزراعة، في الصناعة، في الهندسة، في الطب، في تعليم العلمي، في كل أنواع العلوم، أنواع المعارف، أنواع الوظائف، هذه كلها يقول علماء إنها فرض كفاية، إن القيام بها فرض كفاية، يعني واجب. لكن ما هو يقابل فرض الكفاية فرض العين، يقابل
فرض الكفاية فرض العين. فرض العين يعني يجب على كل أحد للصلاة. الصلاة فرض عين على كل مسلم، الصيام فرض عين على كل مسلم، الحج فرض عين على كل مسلم قادر، والزكاة كذلك على كل فرض على كل مسلم ملك النصاب إلى آخره. فهذه فروض فروض أعيان يعني متعينة على كل واحد، كل مسلم استجمع شروطا عاقل بالغ مكلف فإنه عليه أن يقوم بهذه بفروض الأعيان من صلاة وزكاة وصيام وبر والدين إلى آخره. فرض كفاية لا، فرض كفاية يعني على المجموع إذا قام به من يكفي، مثل القاضي، المسلمون بحاجة للقضاء والقضاء، فتعيين القاضي فرض كفاية، ويجب على الإمام وعلى المسؤول وعلى الملك وعلى الرئيس وعلى الإمام الأعظم وعلى الخليفة أن يعين قضاة ويعين أمراء ويعين محافظين ويعين في الولايات، لا يجب عليه، ويجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا معه، ولو قصروا كلهم آثمون. فإذا قام من يكفي ارتفع الإثم عن العامة، واختص القائمون بالأجر، اختص القائمون بالأجر، الأجر يكون لمن عمل، ولكن البقية يرتفع عنهم الإثم. إذا هذه على الرغم من التشديد اللي فيها، لكنها أيضا لابد أن يقام بها، لابد على ولي الأمر أن يعين في هذه الولايات من يقوم بها، ويجب على الكوف أيضا أن يقبل، إذا لم يوجد غيره يتعين عليه ويجب عليه ويأثم على الرغم من شديدة، لكنه يعان إذا كان فعلا كلف وهو لم يتطلع ولم يعني يسعى فإنه يعان. ولكن كما قلنا بالأمس في الوقت الحاضر تغيرت طريقة الدول في إدارة شؤونها، يعني وظيفة الدولة الآن أصبحت أوسع أكثر بكثير من الدولة القديمة. قلنا لكم في الجلسة الماضية أن الدولة القديمة كانت مهمتها هي بسط الأمن والحفاظ على الناس آمنين ويؤدون معاشهم ومعايشهم في أسواقهم في أسفارهم، تحفظ عليهم أمنهم، والناس تقوم بشؤونها، وتحفظ أيضا الدولة حدود الدولة وثغورها، هذه مسؤوليتها، وأيضا تعيين القضاة، وأحيانا بعض الوظائف كالحسبة والحسبة على خفيف، وليس لا غير ذلك. الدولة الحديثة لا، الدولة الحديثة أصبحت لا، المسؤوليات أكبر، مسؤول عن الصحة، مسؤول عن التعليم، مسؤول عن التوظيف، مسؤول عن يعني تحسين معاش الناس في زراعاتهم إلى آخره، مسؤول عن كل حد. ومن هنا تغيرت طريقة التعامل مع الناس، بمعنى طريقة التوظيف، أصبحت الوظائف مصنفة، وأصبحت الوظائف لها يعني شروطها ولها مواصفاتها ولها تنوعها، سواء وظائف مهنية، حرفية، تعليمية، تربوية، هندسية، طبية، كما يعني أنواع وألوان، وكل وظيفة لها معلن عن طلباتها وكيف الإنسان يعني هل هو يحمل مؤهل أو لا يحمل، وهل درس ولا درس، والحمل الشهادة المطلوبة والكفاءة المطلوبة أو الدورة المطلوبة، هذه كلها طبعا اختلف الحال كثير جدا، ولا يقبل فيها إلا من استوفى الشروط. وكذا طبعا لا شك فيه، قد يكون في أخطاء يعني ضعف في التوظيف أو الوساطات التي أحيانا يكون فيها خلل، هذا شيء آخر، المسؤولية هذه مسؤولية المسؤولين إذا قصروا أو أنهم يعني أو عينوا غير الكفء. لكن المقصود أن الدولة الحديثة تغيرت طريقتها في إدارة شؤونها عن الدولة القديمة، ومن هنا يبدو أنه اختلف أيضا كذلك ولهذا تفتح هي الكليات والمدارس والمعاهد
الجهات التدريبية لتدرب الموظفين، تدرب على أنواع معينة من الوظائف والحرف والمهن، اختلف ويتقدم ويدخل الناس هذه الأقسام وهذه الكليات وهذه المعاهد وهذه الشرط وغير الشرط والعسكر، كلها تختلف الدرجات مختلفة، حتى العسكر أنواع وأشكال، الجيش والأمن العام والدفاع المدني والأشكال بأشكال وألوان، فهذه كلها متغيرات جديدة. ولا شك طبعا أنه لا بد أن تملأ هذه الدولة حينما فعلا تحتاج إلى كل هذه أنواع من الوظائف والولايات، فإنه لا بد أن تملأ ولا بد أن تشغل. ومن هنا هذا كله القيام به فرض كفاية، القيام به فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين واختص القائمون بالأجر. وإن كانوا يأخذون مرتب، يعني هي فرض كفاية وإن كان يأخذ مقابل ما في إشكال، يعني مقابل يأخذ من بيت المال من مالية الدولة، ولا تعارض بين أن تأخذ المال وتؤجر. معلم مثلا مدرسة يعلم الأولاد ويأخذ مرتب ويؤجر إذا قام بعملي على وجهه واجتهد وأحسن وأصلح الطلاب والطالبات وانتبه للطالبات المعلمات والطلاب المعلمين وانتبهوا لهم وحافظوا عليهم وعلموهم وربوهم، مع أنهم يأخذون مرتب، لكن لا من لا, 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 لا تعارض بين ما يأخذ المرتب والرجاء في الأجر. لكن المشكلة أنه يأخذ مرتب ثم يخون ويقصر، هذا وهذا هذا 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 هو البلاء. المقصود أنه يعني أخذ مرتب لا إشكال فيه، ولا سيما من بيت المال، ويسميها العلماء المتقدمون يسمون الرزق من بيت المال، يأخذ رزقا بيت المال سواء كان قاضيا أو كان واليا أو كان أنواع الوظائف، يأخذ بيت المال، هذا حق ولا في إشكال، وهو مقابل العمل، ولا يمنع هذا أن 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 أن, أن يرجى له الأجر العظيم إذا قام بالعمل على وجهه وأحسن وأخلص وكان كفاءة وكفؤا ويقوم مسؤوليته على وجهه. فقال: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها، إذا قصر يعني دون القائم، القائم به هذا له أجره وسوف يأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير سكين. لا شك أن هذا ترهيب وتخويف وتحذير، بمعنى لا يعني ألا تقوم بالقضاء، لا، لكن إذا قمت به فإن المسؤولية فيه عظيمة. ثم العلماء اختلفوا في تفسير قد ذبح بغير سكين، قالوا معناه، بعضهم قال معناه أن المراد بالذبح هنا عظم المسؤولية، ذبح معنا طبعا بغير سكين، يعني الذبح لا يكون بالسكين، فمن تولى ذبح بغير سكين بمعنى عظم المسؤولية سواء في الدنيا والآخرة. يعني هو ولهذا تعبير العلماء يقول: يكون بين عذاب الدنيا إن رشد وعذاب الآخرة إن فسد، لأن القضاء مسؤولية وعناء ومعاناة، فهذا نوع من العذاب ونوع من الذبح. القاضي حينما فعلا يتولى أمور الناس ويتحمل مشاكلهم ومشكلاتهم وتنازعهم، ولا سيما أن بعضهم قد يكون شرسا وقد يتطاول على القاضي وقد يأتي بكلمات وأيضا قد يتحمل اتهامات وهو بريء منها، هذا كله من عذاب الدنيا. ولهذا قالوا بين عذاب الدنيا إن رشد، بمعنى إن كان راشدا في عمله وقد قام به على وجهه، فالعذاب بمعنى عظم المسؤولية والمعاناة التي يعانيها من الناس، وإن فسد فعذاب الآخرة صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم.
فهو بين عذابين. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغير سكين، قالوا عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف عليه من هلاك دينه دون بدنه. هذا يعني أيضا تفسير آخر، لأن ذبح السكين قطع موت يعني نهائي، بغير سكين ذبح ويبقى البدن سليما، يبقى البدن سليما، وإنما هلك الدين صلى الله عليه وسلم وخرب الذمة، لكن صحته جيدة. وما التفسير الثاني أنهم قالوا يعني أن ذبح بالسكين عادة مريح، والذبح بغير سكين يعني مثل خنق وهذا مؤذي، يعني فكأنه ليس فقط ذبح بالسكين، ذبح بغير سكين من شدة المسؤولية وعظم المسؤولية. والذبح بغير سكين قالوا أنه يكون أشد إيلاما باعتبار الخنق، والذبح قد يكون بكثرة الطعون ولا بأشياء مما يجعل الآلام شديدة قبل أن يموت. وهذا كله لا شك كله هذا مقصود به التحذير، مقصود به تحذير القاضي لعظم مسؤوليته. وهناك تفسير آخر وهو لطيف حقيقة، لكنه رده بعض العلماء، وهو ينسب لأحد أئمة الشافعية بالعباس بن القاص، وأن هذا ليس فيه ذم للقضاء لا في مدح، بمعنى ذبح بغير سكين وهو مجاهدة النفس، كأنه دخل في قوله والذين جاهدون فينا، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. ولهذا أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا. قلت من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله، قد أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم. هذا الشاهد، وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله. فيقول ابن القاص فناهيك بهذا فضيلة وزلفة لمن قضى بالحق في عباده إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا، تعظم له المثوبة امتنانا. ثم أطال في هذا، ولهذا ثم قال، وهذا كلام لطيف جدا وصحيح، لكنه طبعا كما قلنا العلماء سيقول هذا التفسير فيه تكلف، هذا التفسير فيه تكلف، ولا قال كلاما جميلا، قال فإن القاضي لما استسلم لحكم الله، وهو طبعا بمعنى ما يعني قدر الله عليه أن يكون قاضيا، واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب، لأن كما قلنا القضاء شديد، لأن لا يرضي كل أحد، بل بالعكس العدل أحيانا يزعج، يعني العدل ما يرضي كل أحد، وخاصة إذا كان له أقارب أو معارف أو أصدقاء يظنون أنه سيكون معه ويحيف، وهذا لا يمكن من قاضي عدل. ولهذا قال واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خصوماتهم، لم تأخذوا في الله لومة لائم، حتى قاده إلى مر الحق، فجعله ذبيحة للحق، وبلغ به حال الشهداء إلى آخره. قال فنعم الذابح ونعم المذبوح. فطبعا هذا كلام، لكن هذا الشوكاني تولى القضاء، الشوكاني مفسر هو الشارح، تولى القضاء، يعلق على كلام ابن القاص كلام لطيف، يعني يقول وقد استروح، يعني أعجبوا وارتاحوا، وقد استروح كثير من القضاة
إلى ما ذكره أبو العباس. وأنا يقول الشوكاني وإن كنت في حال تحرير هذه الأحرف عن التأليف الكتاب منهم، يعني كنت قاضيا، وأنا حينما كنت قاضيا وأنا أؤلف لكم هذا أنا في القضاء كقاضي الشوكاني رحمه الله تولى القضاء، يقول وأنا وإن كنت في حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله يحب الإنصاف، وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل هذا التكلف. يعني يقول هذا في تكلف، تفسير الذبح بهذا في تكلف، وإلا لا شك أن جاء ما يرغب في القضاء المقسطون على ما نبي النور والإمام العادل جاء فيها كثير. يعني وإذا حكم الحاكم فأصاب له أجران وأخطأ له أجر، يقول في حد أوضح من هذا، لا داعي لهذا التكلف. ثم الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ من قفاه حتى يقفه على جهنم صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع رأسه، يعني الملك يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه صلى الله عليه وسلم ألقاه فيما هو أو في مهوي فهوى 40 خليفة صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه تشديد، وإن كان حديث فيه ضعف لكن معناه لا شك أن الحديث الأخرى تؤيده ولهما يعضده. ولا شك أن القضاء والمسؤوليات كلها كلها لا شك أن صاحبها على خطر إذا لم يقوم بها على وجهه. وحديث أبي هريرة أنه قال ويل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء. إذن هذه المسؤوليات كلها ليس فقط خاصا بالقضاة عرفاء والأمراء والأمناء، كل بمعنى كأنه انتظم جميع المسؤوليات. الأمراء قد يكون الحكام ونواب الولاة وإلى آخره، العرفاء مسؤول عن القبائل ومسؤول عن المدن وعن أحيانا يعني طبعا هذه المصالحات طبعا قد تكون قديمة لكنها يقوم مقامها أنواع الوظائف عندنا. الأمراء تشمل كل الولايات الرسمية، سواء كان وزير، سواء كان مدير، كان وكيل وزارة، سواء كان محافظا، كان أميرا، كان إلى آخره، كان والي عام أو الوالي ما يسمى في وتعرفوا من الدول تختلف، هذا يسمى والي، هذا يسمى محافظ، هذا يسمى أمير، هذا يسمى كل بمعنى واحد، بمعنى مسؤول عن المسؤول الإداري أو الحاكم الإداري للمنطقة. العرفاء، العرفاء هم المسؤولين الاجتماعيين، قد يكون شيخ قبيلة، شيوخ القبائل، وأحيانا البلد نفسها تكون أحياء المسؤول عن الحي، هذا حريف. فكل المسؤولين عن المجموعات عرفاء، مسؤولين عن المجموعات بأنواعها، حتى قد يكون شيخ مهنة، شيخ التجار ولا شيخ النجارين ولا شيخ الحدادين ولا شيخ العطارين، كل هؤلاء عرفاء، كل هؤلاء مسؤولين يدخلون في هذا المعنى. والأمناء اللي هم المؤتمنين على الوظائف، فالأمراء المحافظين والولايات، والأمناء المسؤولين عن الوظائف. أي وظيفة القائم عليه يسمى أمين، أي وظيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأمراء وويل للعرفاء وويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم، يعني شعورهم، الذوائب هي الشعر الطويل يسمى ذؤابة، مفرده ذؤابة وجمعه ذوائب، فيتمنى أن ذوائبهم كانت متعلقة، يعني كانوا معلقين بذوائبهم في الثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض
ولم يكونوا عملوا على شيء لشدة ما يرون من الأهوال يوم القيامة، وما يعني عظم يعني العقوبة إذا قصروا. ولهذا قالوا في التفسير لأن العرفاء والأمراء طبعا يطاعون ولهم جاه ولهم مسؤوليات، ولهذا يعني والناس يتقربون إليهم، ولهذا يعني 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 دواعي الانحراف ممكنة جدا ما دام وصل له جاه ومقام ومكان يتزلف إليه الناس، وتزلفهم هذا يعني يضره جدا في أن يقوم بالمسؤولية على وجهها أو يؤديها على حقها. فإذا جاروا على الرعاية يجرون وهم أصحاب سلطة عندهم قدرة، ما أحد يسألهم، لا أحد يسألهم لأن عندهم من الممكن وعندهم من القدرة وعندهم يعني ما يستطيعون أن يدفعون به عن أنفسهم في الدنيا، لكنهم ويل لهم في الأخرى. وحديث عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين أو لا تأتين على القاضي العدل ليس الجور يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين لشدة ما يرى من الحساب وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه، بمعنى أنه يأتي لا شك طبعا مغلول عنقه، وأظن كل مسؤول كل مكلف. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فإذا القضية يعني الحساب شديد، وإن كان الإنسان على يعني وإن كان المؤمن إن شاء الله على خير، لكن مهما كان يبقى أهوال القيامة شديدة، أهوال القيامة شديدة جدا. ولهذا هنا يقول ما من رجل يلي أمر عشرة كمسؤول عنهم، طبعا مثلا مدير عام ولا مدير صغير، مدير قسم، رئيس قسم، هذا عشر، هذيك رئيس قسم عشر تحته عشر أو خمسة وقد يكون أكثر. فما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة ويده إلى عنقه فكه بره، إذا كان بره وأحسن فكه، أو أوبقه وهلكه إثمه، بمعنى تقصيره. أولها يعني مسؤولية، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا هذا عن الملامة والندامة في الجلسة الماضية. وفي الحديث الآخر حديث عبادة ما من أمير عشرة إلا جاء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه، يعني عدم الحق. ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله أجدم، طبعا إذا كان نسيه بمعنى أهمله، أما النسيان اللي من غير تقصير لا يلام على الإنسان، لأنك حفظت وجاهدت طبعا لكنك يعني لم تتعمد الإهمال، لا إشكال فيه، الإنسان ينسى في إنسان يعني، لكن المقصود أن يتعمد النسيان. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني الله يسدده، وكما مر في الباب الماضي السابق أنه أن الله يرسله ملكا يعينه يسدده، ملك يسدده ما لم يجر، بمعنى ينحرف، فإذا جار وكله الله إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر، هذا اللي قلناه قبل قليل في موضوع فرض الكفاية، وقلنا أن بالفعل يعني نعم هناك أحاديث شديدة ووعيد، لكن أيضا هناك أحاديث أيضا تدل على عظم
الثواب والأجر لمن يقوم بالمسؤولية على وجهها، لأننا نقول إنها فرض كفاية ولا بد أن يقوم به من هو كفوا، ولا بد أن الإمام والمسؤول والأمير والرئيس أنه يملأ هذه الوظائف من أجل أن يخدم الناس، لأن الناس محتاجون لها، الناس محتاجون إلى هذه الوظائف ليخدموا. فإذا كان كذلك فلا بد الكفء أن يستجيب. ولهذا هذا رغم من الوعيد الشديد، لكن أيضا هناك أجر عظيم. وهنا وهذا منها في قوله وهو الحديث مسلم وغيره، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، يعني العادلين، المقسط هو العادل، وطبعا العادل في كل ما يلي حتى الأب مع أولاده، حتى الأب مع أولاده لابد أن يعدل، والمسؤول في إدارته سواء كان على 10 أو على 5 أو على وزارة كاملة. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وهذا لا شك أن هذا من أعظم الثواب، وأن يكون قريبا الله عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. فيدلك على أن العدل في كل شيء وفي كل مسؤولية، ليس خاصة في القضاة أو الأمراء، لا، كل إنسان مسؤول عن مجموعة لا بد أن يعدل فيهم، يؤدي الحق، يؤدي الناس حقوقهم، ويتحاشى عن ظلمهم أو عن حيف أو عن يعني يخص أقواما دون أقوام أو أناسا دون أناس. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، بمعنى ولايتهم، وفي بعض الضبط وما ولوا، بمعنى ما كذلك أيضا ما عليهم من مسؤولية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.